كتيق في البشر. علاش دخلتي الجسد ديالها؟ شكون اللي صيفطك؟ جاوبني. السحر، نوع السحر، نوع السحر. سحر مأكول. علاش كتكذب؟ علاش ما كتكذبش؟ علاش كتكذب؟ علاش فين كاين السحر؟ فين كاين السحر؟ في بطنها. كم من سنة أنت في جسدها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الذي أرسلك؟ لا تعلم، لا تعرف من الذي أرسلك؟ هل أنت مسلم؟ ها؟ حسنا، ارفع سبابة اليمنى. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أعيد الشهادة المرة الثانية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجبني على السؤال، لماذا خلق الله عز وجل الإنس والجن؟ ليعبدون. جيد، ما جزاء الظالمين؟ جهنم. أنت الآن تعتبر ظالم. اسمع، أجب على السؤال، أنت الآن تعتبر ظالم. أجب على السؤال. لا لا لا، أنت الآن تعتبر ظالم لأنك تعديت حدود الله وسكنت جسدا لا يحل لك، وهذا ظلم، والظلم ظلمات، الظلم ظلمات، الظلم ظلمات. هيا أصلح ما أفسدت، أصلح ما أفسدت، هيا وكن صادقا مع الله عز وجل. أصلح ما أفسدت، هيا أصلح ما أفسدت. تريد الخروج؟ سوف أساعدك، ولكن أصلح ما أفسدت أولا. يلا ارفع سبابة اليد اليمنى، أدي القسم. أقسم بالله العلي العظيم أن أخرج من جسدها طاعة لله عز وجل، والله على ما أقول شهيد. وإن عدت إليها فلعنة الله والملائكة والمؤمنين والمسلمين علي إلى يوم الدين. لا
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يلا هيا أخرج أخرج من رجلها. يلا بسم الله هيا أسرع هيا تستطيع بإذن الله عز وجل. هيا هيا تستطيع تستطيع هيا. اللهم فك أسره وسهل خروجه يا رب العالمين. 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 هيا بإذن الله عز وجل نرفع الآذان ما لقاكش. يلا بسم الله. اللهم فك أسره وسهل خروجه يا رب العالمين. 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 هيا 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 أسرع هيا أسرع أسرع هيا هيا بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه والحمد يحيي ويميت وحي له. السلام عليكم. لاباس بخير؟ واش حسيتي بخرج ولا لا؟ سي شي حاجه في رجلي هاد الرجل هادي اللي صريت ثقيله. بقات ثقيله دابا شويه. واش حسيتي شحال خرجت منه؟ حسيت بشي حاجه خرجت. جيد. ولكن عاوتاني حسيت عليا بحال كاين ليا شي نبض هنايا. حطي يدك تما حطي ليه نقول الحمد لله والشكر لله. الحمد لله يا رب. الان مزيان الحمد لله. وهذيك المره الشريف حيت درتي لها الرقيه شهد هكا وعاود داس لي شويه وعاود طاح لي. دابا اختي حنا شي اللي كنشوفو بعينينا كنسمعو بودنا حنا ما كنشوفوهمش كيفاش كيدخلوا كيفاش كيخرجوا. علاش انا كنسولها هي اللي كتحس بصحتها هي اللي كتحس براسها واش باقي فيها شي حاجه ولا حاسه براسها خفيفه ومرتاحه ومطمئنه وما كاين حتى شي حاجه. يعني المريض هو اللي كيحس براسو واش باقي شي حاجه فيه ولا لا ولا حاس بالراحه او لا كيحس بها ملي كيخرج كيحس به هو راه بحال الريح. فهمتي اختي راه ممكن يدخل ممكن يخرج راه الا لقى شي تغره راه يرجع. نطلب الله سبحانه وتعالى يعاود يرجع ليها هذا هو اللي كاين. فهمتي؟ واش دابا مرتاحة ولا لا؟ لا مرتاحة الحمد لله. راه كتصلي كتصلي. وأنا هادشي اللي بغيت أنا كنسولك ونعاود نسولك. خصك تكون مرتاحة. هذا هو اللي كيهمني. الحمد لله والشكر لله. وقلت لك حتى الصحة وأنا ديري إن شاء الله الاستفراغ ضروري. هاكي نوضي. بسم الله هاكي. ديري إن شاء الله الاستفراغ. وهاد اختي حتى هي قلت